انت عارف كرة القدم ال11 بس اللي بيلعبوا، اي واحد بره ال11 بيبقى بيبقى زعلان عنده ومتضايق مشكلة. طبعا، عنده مشكلة. فطبعا يعني بنحاول ان احنا نحتوي كل الامور دي، ونحاول ان احنا نعمل مباريات للولاد اللي ما بتشاركش بشكل كبير في الدوري. اتفتح لنا زي ما بيقولوا كده مجال ان احنا نتحرك نلعب الاهلي بيه، ده خلانا نقدر نشتغل على قاعدة ما اكبر. بيبقى قبل بس ما تكمل الكلام في الموضوع ده، وانا ببص على الهاشتاج لانه طبعا جاي لك اسئله كتيره جدا، ولكن لفت نظري من محمد الدميري بيقول: ما هو نتاج عمل الاكاديميات؟ هل اضافت لاعبين مميزين للنادي؟ طبعا بص، الاكاديميه على عكس كل الاكاديميات اللي شغاله في الدنيا، احنا هدفنا فني 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 في الاخر، ما خسرش يعني، مش ما يعني بدور على الاقل تجيب على الاقل ان انا المرتبات مثلا، على الاقل ان انا ما بقاش ان انا مكلف النادي عبء. بالظبط. لا، انا بحاول ان انا اشتغل على الشغل الفني، على اساس ان انا يعني كفايه اقول لك ان ناصر ماهر نتاج اكاديمي. ناصر ماهر يعني لا، انا لو عايز اقول لك اسماء كتير قوي، لا احصائيه كبيره جدا السنه دي، احنا في ارقام يعني كبيره جدا من الاكاديميه موجوده في قطاع فرق الناشئين، ناشئين وبيشاركوا بشكل قوي جدا. انا عايز اقول لك حاجه، ان احنا بنجهز فرق لقطاع الناشئين كويس جدا. من سن 4 سنين. انا عندي فرقتين، 3 فرق 2011 و2012 لسه يخشوا السنه الجايه براعم. مفاجات مفاجات، سواء في مدينه نصر او في زايد او في المنصوره. احنا السنه دي بس انا جايب 3 لعيبه من الشرقيه، هتسمع عنهم كمان شويه، ولاعيبه من المنصوره هتسمع عنهم كمان شويه، الشرقيه والمنصوره ومحافظات في مواهب كتيره جدا. الاكاديميه بتسمح لنا ان احنا نبقى متواجدين في كل في المحافظات، كل محافظات مصر. بتشوف وبتبص وبتدي فرصه. وكمان في افكار ان احنا هنروح للي مش قادر كمان يروح يوصل للاكاديميه، لان انت الاكاديميه طبعا بفلوس، في ناس ما بتبقاش قادره ان هي تدفع على الفلوس. ففي افكار كتير قوي ان احنا لازم نوصل كمان للولاد اللي هم مش قادرين يدفعوا فلوس، لان في مواهب كتيره جدا، وفي مواهب جيده جدا، وبنحاول ان احنا نبقى من خلال اكاديميه النادي الاهلي في كل المحافظات، ان احنا نجيب كل المواهب تنفع النادي الاهلي وتساعد النادي الاهلي، ويبقى دايما الاكاديميه بتسلم لقطاع الناشئين بشكل جيد جدا. الولد عندي بياخد فرصه اكبر، بيتشاف بشكل اوضح، بيبقى انا عن طول السنه ببص عليه، بفرصه ان هو قريب للقطاع بشكل واضح. كابتن فتحي مبروك على طول بيبص، بيلف معايا الفروع، وبيبص الكابتن هشام حنفي بيجي معايا. لا، في تعاون كبير جدا ما بين القطاع الناشئين والاكاديميه، ان احنا ندور على الاولاد المميزين. اصل خلي بالك، في الاساس الناس كلها تقول لك ايه، اصل الاكاديميه دي معموله عشان الفلوس، معموله عشان كذا. ف اكاديميه النادي الاهلي مختلفه في كده. بص، احنا لو احنا بنفكر على فلوس، انا كنت خدت فلوس اكتر من كده 3 4 مرات. احنا يعني ارخص اكاديميه في مصر كمان، يعني رغم ان احنا عندنا العدد الكبير جدا واسم النادي الاهلي، المفروض ان احنا اسم النادي الاهلي ناخد اكتر من كده. بالظبط. بس احنا كان الهدف من ان احنا مش الموضوع ان هي تبص للناحيه الربحيه بس، او ان انا بدور على مشروع استثماري، لا انا بدور على مشروع فني، ومن خلاله ان انا زي ما قلت لك انا ما اخسرش. لو انا بدور على استثماري انا ممكن انافس اي حد في الارقام. انا باخد مثلا يعني اللي قدامي بياخد 10، انا باخد 2 3، وفي نفس الوقت انت اعلى واعلى اعلى فنيا واعلى في الارقام كمان. طبعا احنا في البرامج وفي الشغل وفي الكلام ده كله، احنا لو مش عايزين نحول الاكاديميه ان هي تبقى موضوع ان انا ابقى عمال اخد فلوس، لا انا عايز ان انا ادور على هدف فني، واقدر ان انا اشوف الولاد بشكل كبير وشكل احسن وشكل اوضح، وياخدوا فرصه اكبر، وان انا اقدر الف المحافظات، ويبقى بالنسبه لي مكان بقدر ان انا اشتغل عليه بشكل كويس جدا على النادي الاهلي.